السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الفيديو بشارك معاكم يا أصدقاء طرق ثانية أو تصاميم مختلفة لللوفرز وبعض المعلومات المهمة المتعلقة فيها في برنامج الريفت المعماري. في الفيديو السابق شرحنا طريقة وخطوات بناء اللوفر في ريفت، وسوينا مع بعض هوريزنتال وود اللوفر، يعني لوفر أفقي خشبي. لو سويت سكيب لمقدمة الفيديو ما راح ياخذ منك أكثر من 5 دقائق، وأيضا أرفقت لكم تحت الفيديو ملف ريفت مجاني تقدر تحمل منه اللوفر اللي سويناه خلال الفيديو. حطيت لك رابط الفيديو في الوصف، وأيضا ظاهر لك الرابط الآن على الشاشة. أيضا أول رابط تحت هذا الفيديو في رابط تقدر تحمل من خلاله الأنواع اللي بنصممها في هذا الدرس. كل اللي عليك تسويه تدخل اسمك وإيميلك، وبتوصلك رسالة على الإيميل تأكد من خلالها اشتراكك، وبينزل معك ملف الريفت مجانا على طول. خلوني أوريكم لو نزلت هذا الملف كيف ممكن تستفيد منه في ريفت. بيكون عندك هذه 3 أنواع، تحدد على النوع اللي تبغاه، تضغط على التاب بحيث أنك تحدد النوع كامل، كرتن كاملة تحدد عليها بهذا الشكل. بيجيك طبعا من الفلتر ان العدد 1، وهنا من البروبرتيز الكيرتن وول نوعها فريم، نضغط على كوبي ننسخها كنترول سي، نروح للملف اللي نبغى نشتغل فيه او نبغى نحط فيه هذا النوع، نضغط على في، نضغط على اوكي، نحطها باي مكان ما تفرق في البدايه لانه بنحذفه، بس احنا نبغى النوع ينتقل للملف. بعدها نحدد الكيرتن وول اللي نبغى نغيرها، مثلا نحدد على هذه، وبعدها نروح للبروبرتيز ننزل نبي نلقى النوع على طول صار معانا بهذا الشكل. بكل سهولة تقدر تستخدمها بأي ملف وأي مشروع عندك. خلال هذا الدرس بنتعلم التالي: الأول إنشاء لوفر ألمنيوم أفقي بزاوية، النقطة الثانية بنتعلم إنشاء لوفر خشبي طولي أو vertical اللي سويناه في الفيديو السابق كان أفقي أو horizontal، ثالث نقطة بنضع هذه الأنواع اللي نصممها على الفريم اللي سويناه في الفيديو السابق، رابع وآخر نقطة بنتعلم طريقة وضع الأبواب والفتحات على هذه اللوفرز بحيث لو احتجنا أن نسوي كذا. خلونا الآن ننتقل للريفت ونبدأ نصمم أول نوع معانا. أول خطوة بنسويها بننشأ الألومنيوم موليون لللوفر اللي بنسويه، نفس خطوات الدرس السابق، بنروح للبروجكت براوزر، بعدها بننزل تحت للفاميليز، نضغط على الزائد بحيث إنه تطلع لي الأنواع، من هنا ننزل للكارتن وول موليونز، نضغط على الزائد أيضا نفتحها، نروح للريكتانجلر موليونز، نفتحها، من هنا ننزل هذه الأنواع المتوفرة وهذه النوعين اللي سويناها الدرس السابق، نضغط مثلا على اللوفر، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار دوبليكيت. من هنا نسميها اسم بحيث اننا نميزه، مثلا الومنيوم لوفر، نغير المقاس للمقاس اللي احنا نبي نسويه، وممكن طبعا نسوي المقاسات اللي نبغاها بعدين نرجع نسوي لها رينيم، المهم اننا نميز النوع اللي بنسويه. نضغط دبل كليك علشان نعدل على الاعدادات. من هنا اول شيء الانجل، قلنا انه احنا بنخليها على انجل مثلا 30 بحيث انها ما تكون مستقيمه بالضبط، وبعدها ننزل على الثيكنس نخليه 150، ومن هنا طبعا الماتيريالز نغيرها للالمنيوم، نختار هذا الماتيريال يوزر رندر ابييرنس ونضغط على اوكي. الاخر شيء عندنا الدايمنشن، نحط نص الدايمنشن اللي نبغاه على التو سايدز، يعني 40 نخلي 20 20، بعدها نضغط على اوكي. ثاني خطوه بنسويها بنروح للكرتن وول اللي سويناها المره اللي فاتت، نضغط على دبليو اي، بعدها نختار الهوريزونتال لوفر اللي هو هذا، ونضغط على اديت تايب ونضغط على دوبليكيت، نسميها اي اسم نميزه مثلا الومنيوم هوريزونتال لوفر، ونضغط على اوكي. بعدها ننزل على تحت من الهوريزونتال جريد، ممكن نغير السبيسنج لانه طبعا صار عرض بدل 10 بيكون 40، نخليها مثلا 100، وبعدها ننزل ونختار من هنا النوع اللي احنا انشأناه لسه الحين اللي هو هذا، بعدها نضغط على اوكي. بعدها ننشأ الفيرتيكال لوفر، نرجع مرة ثانية من الوول ننزل على تحت ونختار الهوريزونتال لوفر من البروبرتيز، بعدها نضغط على edit type، ومن هنا نضغط على duplicate. في البداية طبعا لازم نسوي لهذا التايب duplicate، نسميها بس عشان نميزها، نضغط على اوكي. بعدها من هنا بنغير الفيرتيكال جريد تكون هي الماكسيموم سبيسينج ويكون مثلا 80، الهوريزونتال ما نحتاجها نخليها على نن، ونختار النوع اللي انشأناه المرة اللي فاتت اللي هو هذا في الفيرتيكال موليون، وهنا يكون نن، وبعدها نضغط على اوكي. كذا انشأنا كل الـ3 أنواع. الآن بنعرف طريقة تغيير هذا البانل لأي نوع سوينا. طبعا الخطوات جدا بسيطة، بالضبط نفس ما نغير أي بانل جلاس بانل عادية للكرتن وول.
الخطوات بكل بساطة إن نجي ونحدد عليها، نضغط على بس اسكيب عشان نطلع من الوول كوماند. بعدها نجي نحدد على البانل بهذا الشكل، نحدد عليها. لو تبغى تغيرها كلها بنفس الوقت لنفس النوع، نضغط على الماوس رايت كليك ونختار select all instance in this project أو in entire project، حدد عليها كلها. طبعا ما رح نقدر نغيرها طول ما هي بنت بهذا الشكل، إما نضغط على UP على الكيبورد أو إن نختارها من هنا، يعني هي كلها كذا نضغط عليها بهذا الشكل. بعدها رح نقدر نغير، نختار أي نوع احنا نبغاه. لو نبغى الألمنيوم نغيرها، طبعا بياخذ بس شوي وقت، فصارت حددناها بهذا الشكل. لو نبغى نغيرها للفيرتيكال الود، نضغط على الماوس رايت كليك ونختار سيلكت بريفيوس، يسوي سيلكت على اخر تحديد احنا حددناه. ننزل على تحت ونختار مثلا الفيرتيكال، بعدها بيسألنا هنا انه بيحذف الجريد لاين. طبعا عادي ممكن نحذفها، نضغط ديليت جريد لاين، فكذا حذف لي اياها وغير لنا لهذا النوع، فصارت عندي بهذا الشكل. طبعا ممكن نتراجع او ممكن نجمع بين كذا نوع، نضغط على تراجع، تراجع صار عندنا هذا النوع الاول اللي انشأناه. ممكن نجي ونحدد على مثلا هذه او مثلا هذه، نجي عشان نقدر نحدد بطريقه اسهل انه نحددها كذا كامله، نختار بعض الأنواع مثلا نخليها واحدة من الأنواع الثانية، مثلا هذه الألمنيوم، ومثلا نختار مجموعة من هنا ونخليها مثلا هي الطولية. لو تعبت بالتحديد على طول استخدم التاب، مثلا هذه نخليها هي الفيرتيكال، نختارها من هنا. طبعا نفس الشيء بيسوي بروسيسنج، نفس الشيء نختار ديليت وكذا صارت لنا بهذا الشكل. فهذه بكل بساطة كيف نسوي ريبليس للأنواع المختلفة من البانل اللي احنا انشأناها. الآن لو حبينا نضيف أبواب نقدر نسوي كذا بكل سهولة، بالضبط نتعامل مع اللوفر اللي احنا انشأناه كأنه كيرتن وول بالضبط. وعلى فكرة في هنا في القناة سلسلة تكلمنا فيها عن كثير مواضيع عن الكيرتن وولز، حطيت لك رابط السلسلة في الوصف وايضا ظاهر لك الرابط الان على الشاشة. لو تحب تتعلم اكثر عن الكيرتن وولز في ريفيت وكيف تضيف لها ابواب وكيف تضيف لها شبابيك وغيرها من الامور المهمة المتعلقة بالكيرتن وول. الان لو حبينا مثلا نضيف باب هنا، نضغط على فايل بس نفتح الملف، نضغط على open، نروح للمكان اللي فيه هذا الفايل. مثلا نبغى نفتح هذا البابين، هذا سينجل، نضغط على open. الان لو نحب نضيفه للبروجكت نضغط على load into project. الان صار هو موجود، الحين نبغى مثلا نحطه هنا، نجي نقرب هنا نضغط على التاب الواحدة من البانل وبعدها نحذف نسوي لها unbin بعدين نسوي لها delete. بعدها الان نحدد على البانل كاملة بهذا الشكل وننزل على تحت نفتح هذه القائمة، بيكون عندنا الدور هنا، فكذا يكون أضفنا باب بكل سهولة. طب لو نبغى نضيف دبل، طبعا نفس الشيء مرة سهل إن نسوي كذا، نفتح بس الفايل، نضغط على فايل open، نفتح اللي هو الدبل، نضغط على open، نضغط على load، طبعا نختار الملف الرفت اللي هو هذا لأنه لسه هذا فايل الدور اللي مفتوح اللي هو الرفت family، نضغط على okay، فكذا سواله لود. الآن نحتاج نسوي merge طبعا لأنه دبل دور فيحتاج مكان أكبر. أول شيء نفتح نضغط على من هنا، نختار على التاب لين نختارها، نضغط عليها نفتحها اللي هي المولين، نسوي unbin ونضغط على delete. ونفس الشيء الثانية نضغط من هنا مثلا نبغى نحطه بهذا المكان، لما نضغط على التاب لما نحدد عليها نضغط عن بن او نفتح بس البن، نضغط على الايكون ونحذفها. الان عشان نحذف هذا الديفايدر بكل سهوله نختاره، نفس الشيء نحذفه. الان احنا حذفناه لكن ما شلنا الجريد، طبعا بكل سهوله نقدر نسوي كذا، نجي بس نحرك بحيث ان نشوفها بشكل اوضح، نختار نضغط في التاب لما نحدد على الجريد او اننا نختارها من هنا لانه في بينهم ديفايدر اللي هو اللاين اللي هو هذا، نسوي له اول شيء انبن وبعدها نروح لاد ريموف ونضغط على ريموف. طيب صار هو نفس النوع الان، نحدد عليه ك
كامل، وبعدها نروح لنفس الشيء من البروبرتيز، ننزل على تحت ونختار الدبل دور، فصار عندنا بهذا الشكل. ولو حبيت تضيف أي شكل ثاني من الفتحات غير الدورز والويندوز على نفس الوول، طبعا هو كيرتن وول عادي نتعامل معه كأنه حائط عادي، نحدد عليه كامل وبعدها نضغط على Edit Profile. من هنا نرسم أي شكل نبغاه، مثلا نبغى مستطيل يكون بهذا المكان، أو نبغى مثلا دائرة مثلا هنا بهذا الشكل. لما نخلص يعني نرسم أي شكل أو أي فتحة نبغاها، نضغط على علامة الصح وصارت عندي هذه الفتحات بهذا الشكل. ممكن طبعا نسوي أشكال مختلفة ونتعامل معه بالضبط كول أو حائط عادي، هو لوفر احنا أنشأنا، بس بالأخير هو كيرتن وول. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون الشرح والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو استفدت من الفيديو والمحتوى اللي بينعرض على القناة أشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو تهمك المواضيع اللي بتنطرح على القناة لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. ولو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد ومشاركته بالتعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وطبعا أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.